الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يعني بهرين مامولك جامعاتك يم معلمين تيار ضدبا يدد وينك على بابا وما هاد نغيا وقت قوسك كوبان درس قالوا تلقى لي ما توحيي هوية المسلم في زمن العولمة. قفك مسلم كابادي سو عيسى أما قونس عيسى أما سمد عيسى وقت كان عولمة globalization وقت كان دوني دو صفران تاي متك قران غطي. أنا قال الهوية في اللغة العربية من هو بالله قصو قاضي ومستر ما اسم منصوب إلى هو بيد هذا ومستر صناعية وحال لو قدن ليون حقيقة شيء في علم الفلسفة. أنا الهوية وحي كنت المامان حقيقة الشيء أو الشخص التي تميزه عن غيره شيء قد ذات ديسة أما حقيقة ديسة أما قفك بنا آدم كا وحقار كيالة مركا مركا هوية دا شرحيان مرنا وحلا شرحا قف هوية دي وحلا يسوي ديا قفك بنا آدم كا محاضتك انت كالك الصعة مثلا وراقان يريرا قونسي غير نسيدنا حلا قلت لك لي تدبدا بليان الدوني دا كنو لين لغاد حقرته dowada bilyane binaadamke dunida ku nool wax kula ID inaanay jirin basamaadkaaga inuu wato suulkaaga saxeexaaga ama indhahaaga ama wuxuunaad kaga soo cantay aadanaha intiisa kale marka wuxuu sheegayaa manant kuma tahay marna waxay ka warramaan alhuwiyya ijtimaaciya bulsho waxay kaga soo cantay bulshooyinka kale dad meel degan ama degan leh ama mabaadi' leh maxay kaga gedisan yihiin dunida inteeda kale bulsho ahaan, qoomiyad ahaan, dhaqan ahaan, diin ahaan, luqa ahaan, akhlaaq ahaan, values ahaan iyo qiyam kay leeyihiin maxay kaga soocan yihiin dunida inteeda kale. Sidaa ugeed bay ummad waliba waxay aad uga fakartaa oo la yidhaahdaa manaahijta tacliimiga waxyaabaha ay u unkantay ka mid ah cilmiga qoro uma unkanay waxay u unkantay labaad oo loo sameeyay inay bulshada huwiyadeeda ilaaliso bulshada dadnimadeeda iyo aqoonsigeeda iyo waxay dunida gaar kaga tahay inay u ilaaliso si ay uma jirto u noqoto marka ziyadatu alwa'yu bidhaat in la kobciyo dadku inuu dhaatadiisa garan karo inu garan karo wuxuu bulshada kale kaga soo can yahay marka kaasi waa huwiyada muslim zaman al-awlama marka inuu jeedna ama asr al-awlama la yiraahdo awlamadu waa erayadan cusub ee dib laga isticmaalay waa globalization globalization kaasi waxay ku sheegaan inuu yahay waa xurriyada maal wal badai'i wan nas wal afkar bay yiraahda xurriyada xarakada maal وإن دوني ده لعك تسعون كرته أقول لي شو قد بين كرو أنا قيود حريسة شيرين بضايع دي برودكشن كبين آدم قصوص صار إن لي شو قد بين كرو آدنا هلفتي سوين شو قد بين كرو أفكارتنا إن شو قد بين كرته سكال هذا نوت المامنو وهي يفكر يعني الحدود ده لقت اللابه inay lunto waxaan la yiraahdo sovereignty ama siyaadadka wadannadu leeyihiin taa macnaheedu waxa weeyaan dunida oo dhan in la isu furo inkastoo bay leeyihiin inay si cadaalad ah isugu furmin waayo dunida badna duwalka waa maraakisi waa maraakisti ama waa centerka dunida laga xukumo dadna waa atraafta dacallada preferences waa hareeraha dadka degan waxaan xurriyadda la siiyay waxaan oran karnaa xaqiiqatan waa dadka centerka degan inay dunida say doonaan u isticmaali karaan
أما ضدك بريفراليسك هريرة هدقاني إيجا أركتيه دوال التشويهية وإعلامك الدنيا ضد باق عانتك وهي بضايع دوال ممنوعة برودكشن كايسو ساران وقانون إيه معايير دجستين إيه النظام كسوق حرطة إنتو بضو عفضة ومن نحضه وكسهر جيدة إن سيدا أوجد بناء دم كسعود كيسة قوانين الهجرة الانتقائية بين هذان وحلقوا حكومة قوانين تلود تشتيس وقلوتيغا وأه مد دور شالي مثلا أفريكا سنة دول بوحيدة هان لباطن كون وأقون يهان بيكا قاطان هدونة أقول يهنا دا أفريقيا يو باهن تاين تدب حوجا لوجو كنا أفر بليون سنة تستلقى قاعدة كودنا بلاش ولا قاطع إن وقوانين ساري ما أن لوجلين عدو ولا بين السوق شو يجو مركز globalization كو يجو دنوية دن كودا مركز لقى إيوه إن بضايع دودا مال كودا دت كودا هي أفكار تودوا دنيا دوي ما نشايسه أما الدنيا دا أنت كله ومرتي هالدبه دا إنه نراهنا علاقات كأذنا كده حياة وحقوق فينا الانفتاح والمساواة إن ليس نفرن يهي نوع ما استحترام السنان وحون أهينين يجران وبنادمكم منافع دا يسقوا يدرسده يجوا حين أقول واقعيا حلوبة هي مجتمعات منفتحة والليبرالة ومالتيكال جراليس ما من سن ضد فرن ويقاكتو ده الحرية الفردية أما أيضاً تتيق قفكو ويالانا يسوء النقم يا كم مهم سن كبلشادو إلى ضحي هذا سيكا لو تلمامنا الدنيا ما أنت أنت حوق بادن أي خطيط أودك السه نظامك التعليمي قادتك كالوق اللي تاه سيستم كودي إعلامك أنا يقع عنتك وهي قانونك عالمي قانا يقع أدك إياه ترناشنال لوغ اللي شيء قيو أدو أحبكم الهيد قول أدك السه أدو والغوغو حكومة وحنا نكرا نظام الحياة ودن في العالم قول أمرت اللوية أقل يضبنا يلاهدين أما مينورتي جروبسك ترى هان ماينورتي ماها لكن تكنولوجي كالي اما دقالة اما حوق ايه وبحيين دوني دا صدحات حتى اللباد ماها دوني دا صدحات ايه دا وحسارا بيدا هدا اللباد مدون الذوبان انا ميلانته وكم النغطه لكن وميلان لغيس قميسين ايو اما وحا عدي أو داي كود دالسة الاندماج مع حفظ الهوية إن بني آدم كاللون فرمو ضد نماذا دان الله إلى شده هذا بعد إنه عنوان قصر السيدة وشرحنه هوية المسلم في زمن العولمة دون داي صفر أنتي مسلم كسدوه إلى شنكرا شريتان كيسة ضد نماذيسة دين كيسي عقيدة دي سيوح الرمي سيهي فاليوس كيسو آمن سيهي أول وحي ورنشرين الإنسان ابن بيئته ابن آدم كوا انفايرمنت كوا كوا كربا ورنشرين لكن إنك استو انفايرمنت كوا أما بيئته أما الدقام كوا قفك ابن آدم كوا وراد بدن كولي يهي كورستي سيانو لشي سبا عدنا بيئته الدنيا دبايد عدنا والله بالنوع وبيئة طبيعية وتناجر الكاه تن ديغان كتكون نوشهي كلايمت كيسا وحرداغضو نولوشيسا قاب كاللوغن نوليي كاه طبيعي إلا هيدتك وقايبيان من بدوني دا ملك الدقيني هي البيئة الحضرية بين هذا ديغان كسيفلاسيشن كاما التمدن كاما مدنية دو أي ليه ضحي وأهبير هذا كالجر كبين آدم كولي هاي ديمه الرميسية هي أفكا وكو هدلايو نغمد يا عادات كبولشيد قاب تعليماتك وسائل كان إعلامي جاو حلسو قارسيو انتا سوا انتا
ترانسفورميشن كاكو سميسا قفك بين آدم كا أما بدشة أصل هان قفك بين آدم كي هو حر إلهي سبحانه وتعالى حرية سيئي حتى الرومين تقل هي حرية لو سيئي إنو دورتو قل هي إنو ديدو لكن حرية ده بالمرك يدون إنو يالان دونو مركا هو حر هدنا ومسؤول عن تصرفاتي وأحوالي وحل ويدينا ياها بلغا كيسية وحاو سمايو بيأدا ودقين يهينا وحو كسر دن بالقاطة سيدو فكر ايو ايو دقن كيسا ايو بلشدي ساسو وحدا يحي على اقطة اجتماعي غير بلشدو هاي لا ده هاي ايو وحلالي ايو وحنولشي سكمي ده وحانا ايو دهدان مركي سوي ديني يعني ومياه تهيب ايو دهدان وحاد ركتو ايو وحاد عنتو ايو وحاد نقشمو يعني موحكلا تهيب ايو دهدان ايو خفك بين ادم كا waxaan ku hareeray sanba noloshiisa raadka ugu weyn kule uquushu waxay tahliilisaa waxa ay siiso xawaasta dabad waxay dhigto maqasho waxay isu aragto waxaad cunto waxaas baa jirahana ku korta oo noloshaada caafimaad saameyn weyn kule sidaad u fakaraysana saameyn weyn kule ولذلك بي واحد أنقف ولي بي كيف كي سجار كا قد كي سجار كا أبو كجرا وما ذهو مركا سي أي عيدان تتقو دوي لاشادان أي قريقة أي دوكسي أي سكولك أي شارك أي شارعا أغاقار كاقا أي مساجدك أي وسائل التعليمك أي وسائل الإعلامك أي نظامك الدولة نمو وحاصر لمي وحي أولي سيين أمتك استبا inay u ilaaliso hubiyada ay leedahay su'aashu markaa waxay tahay hadaba inagu sidee baynu hubiyadeena u ilaashan karnaa dadnimadeena iyo diinkeena iyo magaceena si aynu u ilaashan karnaa wa hadii aynu alwacyu bidhaat leedahay hadaynu is ognahay kaynu nahay iskaranayno u khatidno mustaqbalka soo socda waxaynu noqon lahayn u diyaar garowno dagaalka dunidu isku haysa aqoonsiga in aynu noqon karno dad mabaadi'doodii iyo dhaqankoodii iyo diintoodii iyo afkooda la ictiraafi karo identity-gu waxay dhahdaan waa caqaayidda dadku haysto mabaadi'da ay ku dhaqmaan bulsho ama umad khasaaista gaar ah ay leedahay umada kale kaga soo cantahay innaga ka ummahan إلهي حين لا كنتم خير أمة أخرجت للناس كأمة إسلامية وحاتهين دتك كوي وخير بدنا إلهي دتك وصو صاري دتك سمها فرتان حماهنا وكربتان إلهي نوار رميسان خير يدا ومدتني وحيكسو برقانيسا وكدالنايا gooni sutageed dhaqameed qaanuneed shariiceed diimeed aqiido akhlaaqeed ولذلك ba markay mas'aladu joogto identity ma aha waxa binaadamku kala qaato ilaahay wuxuu leeyahay lakum diinukum waliya diin waxaad ku tidhaahdaa dadka diintiina leedi waliba culimadu waxay dhahdaan ad-diinu fi hada al-mawqi' wa dhaqan oo dhan kiina leedina nana kaayagaanu haysana waxay ilaahay inoo tilmaamaya keenu inuu dhammaystiran yahay alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmati wa raditu lakum alislaama diina waxaynu u baahannay markaa qofka mu'minka ahi ama ummadda islaamka inay caqiidadeeda xejisato intimaa u yeelato binaadamku waa groubinga inuu groubka ka tirsanaado ku faano waxa uu haysto ixtiraamo qiyamka ama valueska ay leedahay xadaaradiisu iyo thaqaafadiisu kor u muujiyo shacaa'irta iyo astaamaha diimeeda lagu yaqaano xajisto waxa uu rumaysan yahay dareemo tamayuska ama soconaanta uu kuwa kale ka soocan yahay fardan wa jamaacatan
ku kaco inuu ummadda inta kala gaarsiiyo alrisaala waajibu tabliiq diinta ilaahay subxaanahu watacaala u soo dhiibay markhaatina ku noqdo ummadda. maanta waxaynu ku noolnahay haddaba caalam isu furmay, qaarada dunidao dhan isu furmeen, waa caalam afkaar cusubi oo diimaha laga sii xoroobaya ay taagantay. waxaa loo arkaa qadaayaadka valueskii akhlaaqiyaadku inay nisbi yihiin, awal bini aadamku wuxuu rumaysanaa qiyamku caalamiga ahi inuu haabitna yahay, wax suganna yahay, caalamina yahay. kuwani waxay ku dhawaaqayaan waa wax nisbiya, ma aha wax universala, waa aragtiyo ku koraya meelo ama xaadinaad allaa diiniya oo allaa adriya oo allaa ubaaliya bay yidhaahdaan, meelo aan diinta la haysanin. oo maanta dunida waxaa aada u badan dhallinyarada yurub joogta waxay yidhaahdaan xisaayadadooda dambe 700% waxba ma rumaysnaa da'yarka 29 jirka yar, da'yarka 29 jirka yar ilaah ma rumaysnaa, ma waxba ma rumaysnaa, waa atheism. dadka aan atheismka cad haysanina waxay haystaan bay yidhaahdaan abathism. abathismku waa la ubaali, waa sidiio aan ilaah jirin buu u nool yahay. yacni masalada philosophically ka murmi maayo, laakiin dhaqankiisa iyo qaabku u nool yahay waa qaab aan diini ka jirin. qaarkood waa agnostics, waa la adri, kuwii hore waxay lahaayeen ilaah ma jiro, kuwani waxay lahaayeen inuu jiray iyo inaanu jirinba ma ogin, inuu jirana garan mayno, inaanu jirinna garan mayno. qaarkood waa skeptis, waa mutashakikiin. qaarkood waxay aaminsan yihiin oo philosophers-koodii waaweyna ka mid pantheism, waa waxdat alwujuud, ilaah iyo kownku inay isku mid yihiin. afkaartani weligeedba dunida way soo joogtay, ma cusba, laakiin waagii hore waxay ahaan jirtay goobaha falsafadda iyo dad yow filosofara iyo dad farakutir si ahi waxay rumaysan yihiin. laakiin maanta waxay taa kaga gadisantahay, afkaartu ma cusba, laakiin maanta waxay isu bedeshay inay diin caalamiya laga dhigo. waxay tii hore kaga gadisantahay, awalba falsafada waa lagu dhigan jiray, taariikhuladyaanna waa lagu arki jiray, taariikhulfalsafana waa lagu arki jiray, laakiin waxay hadda kaga gadisantahay waxa loo bedelay umankoo dhan in laga simo, oo xataa la bilaabay in caruurta yaryar lagu tarbeeyo, in buukis loo qoro, awal bugagta dee falaasafada loo qorjiyo dadka ahlulcilmiga iyo dadkaas inay doodaha galaan, hadda waxaa loogu talagalay in lagu tarbeeyo caruurta, bugaag caruur loo qoray oo matalan anaka haris buuggeeda la yidhaha ana atasaal, waxbaa isweydiinaya, waa ilxaad ay leeyihiin caruurta loogu talagalay. waxay gaadhay in ay qoraan waxay imika u yaqaaniin dumis books, qolada sayniska awal waxay qori jireen kutub ilaqbiya wax la yidhaahdo, yacni culumta bugaag fudaydisa oo fanni kasta kugu adkaada haddaad dumis book soo iibsato si basiita loo sharxaya markiiba waad fahmaysaa. markaa waxay dhahaan kutub ilaqbiya, waa qolayahan akademika raba inay culumta jilciyaan ayaa kutubtan adadag inta laga tegay baa kutaaba waxa loo qoray si fudud, oo haddaad imika nadka ku dhufato dumis bookiska fannigii aad fahmi kari weydaba waxaad helaysaa 3-4-5 buug oo yidhaahdaan aqbiyada loogu talagalay oo aad markiiba fahmayso. dabeetana waxay qoreen the young atheist handbook, waaxid murtad asalkiisii hore ahaa ee bangaladesh alum shaha ayaa qoray tagas bugga ciyaalka alladiidka ah, ciyaalkaan ilaahay rumaysnayn baa la rabaa textbook in loo qoro ay haysan karaan. markaasaa humanist association kan ingiriiska BHA kuwana yidhaahdaan na intay badiyeen ayay waxa laaliya waxa secondary school ku yaala
ingiriiska intiisa badan england iyo wales scottishka marka laga yimaado inta kale waxa ku yaalla ayaa loo wada qaybiyey waa caruurta oo dacwa loo furayo ah in la gaarsiiyo diin la-aanta markii ay dhacday 11 september wixii ka dambeeyey dowladooda badani waxay u janjeersadeen inay diimaha la dagaalamaan saa daraaddeed barnaamijta idaaciga ee fadaaga ka baxda ee dunida oo dhan loo iclaamiyo iyo waraysiyada jaraa'id ku qaadaan iyo waxa kan waxa loo badiyey dad iyo waa ku caanbaxay atheismka qoyaanada jaamacaadka joogay ee waxaan rumaysanaa ayaa loo sameeyey talmiic in lasoo caanbixiyo dunidu barato maalin walba usbuuciiba mar in waraysi laga qaado mid iyaga ka mid a oo barnaamijta ugu caansan markaasi uu ka soo baxo intay soo dhaafiyeen ayay ururdiimeed noqdeen hadda ururdiimeed ethis alliance baa la dhahaa ethis alliance international sanadkiiba mar bay isugu yimaadeen ethiska caalamka oo dhammi magaalooyinka waaweyn ee dunida mid ka mid ah bale kursi baa laga siiyey goobaha diinta xiwaaruladyaankan ay sheegeen ba kursi laga siiyey bale ingiriiska maanta waxay ku leeyihiin kiniisado diin laawayaasha waa kiniisadada non religious churches bay dhahdaa kiniisadaa diin laawayaasha oo khawaar ruuxiya iska haya markaa meel intay isugu yimaadaan ayaa waxoogaa heesa loo saaraa la boodboodsiiyaa sidii intii ay kiniisadu samayn jirtay maalinta axad oo kale wax u dhigma in loo sameeyo oo waxa la yidhahda waa non religious churcheska waxay leeyihiin iclaamaad dadka loogu yeedhayo matalan basaska london dhex mara baskan cad ee labada dabaqa sasaarka ah waxay u sameeyeen iclaanaad dhinac kaga dhigsan oo iyagu lacagtiisa bixiyeen oo la yidhaahdo there is probably no god stop warning stop warring and enjoy your life bay dhahaan hubanti ilaah ma jiro werwerka jooji oo noloshaada ku raaxayso ayaa dhinaca kaga qoran baska dadku fuulo yacni waa diin la faafinayo waxaan weedhaha kan idinku tilmaamaya waxa weeyaan caalamka duulaan xooggan baa ka jira oo diin ah ilxaadiyo la faafinayo oo da'yarka iyo dadka akademiga iyo dadka soo socda lagu faafinayo insaankuna asliyan xaajatu lintimaa kama maarmo inuu cid ku tiirsanaado laakiin su-aasha isweydiinta leh waxa weeyaan dadka muslimiinta intay feejigyiin intee baa dadkooda akademiga ama dhallinyaradooda jaamacaadka dhigtaa ay usuulu diinihim sugeen intee bay diintooda ka jaahiliyiin amase ay aqoon u leeyihin diintu horta ogow ma aha dhaqamadan reeruhu iska haysteen iyo meelaha kan intaa maaha inta dooda lagu galo ama mabaadi'da lagu xejiyo ama shakiga laiskaga ilaaliyo waxaad u baahan tahay caqiidadaada inaad si dhaba u baratid waxaynu isu wada haysanaa inaynu diin naqaano laakiin way yartay waxaynu ka naqaanaa kitaab ullaahi waa qaara kabiira masaaxati lmuktashafa cindanaana aad bay u yartay sida awgeed as'ilati lkubra waa inaynu jawaab u hellaa filosofka ee bini aadamku uu ku marmo xaggaan ka imi xaggaan ku socdaa maxaan ahay dunida maxaan ka qabanaya waa su-aalaha ay falsafada oo dhammi ku wareegto culammada caqiidatu ilaah ka warrama oo dhammi ku wareegaan culamaa ay nafsi intooda badan ay ku wareegaan culamaa alijtimaaci ku wareegaan xuquuqiyiintu ay ku wareegaan in la xadido kumaatay marka dersigu wuxuu ku saabsan yahay inaan baranno inaan tahay insaan muslima oo soomaaliyeed waa leeyar iskala hooseeya leeyarka ugu sarreeya waxaan leenahay insaan baannahay xadaaradan dambe ama madba aana idin sheegaya bini aadamka insaannimada uu ka saaraya daad akhridaan kutubtan ka warramaysa usuulu alakhlaaq iyo mowqif almalaaxida iyo waxay ka taagan yihiin waa inay valiuska la dagaalamayaan bini aadamkuna valiusku kaga soocan yahay xoolaha hadduu valiusku lumo matalan valiuska ku saabsan guurku hadduu lumo oo la yidhaahdo dadku sida xooluhu mushaac yahay ama dadka iyo xoolaha isguursan kara
sida filosofkooda akhlaaqda waa falsafati akhlaaq professorka dhiga ayaa taa rumaysan dadkii xoolaha in la isku daro marka hadduu valuesku dhinmo la burburiyo bini aadamnimada lafteeda burburaysa dadweynaha diimaha rumaysani waxay isku raacsiisan yihiin in valueska bini aadamnimada la ilaaliyo kow markaa waxaan leenahay insaan baan ahay insaannimadii waa laga soo horjeedaa dad waxaa u dagaalamaysaa inaad bini aadam noqoto oo valueskii aadamuhu uu hidiyo dhaqan u lahaa ilaa nebi aadam ka soo bilow bini aadamku nin iyo gabadh buu ahaa usro kale ma jirin maanta si qaanuunka caalamiga waxaa lagu daray usradu inay intaa ka badantay usrada waxaa la yidhaha maxaa reer la yidhaahdaa nebi aadam laga soo bilaabay ilaa hadda bini aadamku wuxuu yaqaanay reer in la yidhaahda maxay nin iyo gabadh socanka maaha hadda se united nationku wuxuu qoray iyo waxa dunida lagu faafinayo iyo dowlado badan oo dunida ka mida waxay qirteen waxa weeyaan reerku inuu intaa ka badan yahay laba nin baa reera laba dumaraa reera dad iyo xoolaa reera wixii la doonaa reera hadda wixii la doonaa reera idan waa valuegii bini aadamnimada oo laga tegay diin weli maynan ka hadal waa valuegii insaaniga ahaa ee abin can jadin aadamaha inta taariikhdiisa lahaya lagu hayay oo la tilmaamayo inuu qaldan yahay marka waxaan leenahay isla insaannimo bini aadamnimo identity abaa dunidu u dagaalamaysa hadda mar labaad gruubka insaannimada aqbalay waxaan kaga gedisanay inaanu muslimnay inaanu ilaah rumaysannay oo aakhiro rumaysannay oo rusul rumaysannay oo kutub rumaysannay waalqadaa waalqadar rumaysannay kuwa rumayntooduna adilo caqliya iyo cilmiya bay u baahan yihiin awal waxaad ku noolayd meel dadka kula jooga oo dhan islaamiyiin waxaad ku noolayd meel su-aasha ah ilaahay ma jiraa mise ma jiraan cidba isweydiin ee dadku ku wada qanacsay in ilaahay jiro meelaan su-aasha ah la isweydiin ilaahay rusul ma soo diraa mise ma soo diro in rusul ilaahay soo diri jiray ay jirto baad rumaysnayd meel baad ku noolayd aakhiro aanay questionable ahayn meel baad ku noolayd ahayd maxay kutubta in ilaahay soo diray imika kulluha calaamatu su-aal baa taagan waxaana taagan iyo dunida isu furantay iyo dadyowga mabaadi'dan qaatay oo diin ah oo faafinaya oo idaacada leh oo t v-ya leh oo academic schools leh oo wax walba leh oo dowlado waaweynina ay taageerayaan dowlado waaweynina ay taageerayaan waayo qaybaha hore dee dowladaha yurub qaybo ka mida baa madaxdu aanay ahayn kuwa bini aadamka ka baxay ay yihiinaan sheegayo valueska bini aadamka kuwa dhaafay bay ka mid yihiin madax badan madaxdaasi waxay qaateen waddannada qaarkood in lagu qasbo tacliinta laga soo bilaabo kindergardenka ilmaha yare afar jirka ah baa loo bilaabaya waddannada badh in usradii la bedelo in la dhigo oo la yidhaahdo ardaydan yare kalaaska soo galay kana laba aabuu leeyahay kana laba hooyuu leeyahay kana aabiyo hooyuu leeyahay markaa dadku inay caadi tahay oo ilmuhu la soo qabsado isagoo jooga kindergardenka aan iskuulba soo gaadhin waxaa leenahay marka hadda dhallinyaro badan baa jiroo ka murma meelaha kan ee facebookyada iyo waxoogaaga kan soomaaliduna waa dad warka aada isu gaadhgaadhsiiya weliba waa dad xataa hadduu shakiyo shakigu faafinaya warbal horta meel gaadho markaad waxuun ku qanacdo faafi markuu shakiyu shakigu faafinaya waxaa leenahay marka islaamnimadeennu waa inay noqotaa islaamnimo cilmi ku salaysan kitaabka qur-aana arkaanuliimaanka aan sheegaynoo dhan adilo caqliyuu ku sugaya idinku waxaa u haysataan ama dadka badh waxay isaga haystaan adilo samciya inuu ku sugayo war qur-aanka dad gaalaa baa lagula hadlayay qur-aanku markuu soo degayay muslim kudha lamuu hadlayne gaal baa lala hadlayay qur-aankan baana islaaminayo lagula hadlaya isagaanay ku qorantay markaa daliilka caqliga ahi daliilka caqliga qofka lagula hadlaya isaga ku yaalay laakiin wuxuu inooga baahan yahay baxfi iyo baadhitaan waxaan leenahay markaa insaan muslima
الصومالية الصومالية محانو لهي الصومالي نمضو وكل جريا أف إمك واحد مودا أفك الصومالي قوينو سير لمن يسي سعودة إني نوقع ظني وحيابا يروان بورين إني نوح وين مود نو أففك كلينا أفف ووين يهين أففك وأفكي علم غلقو قرانا وأف علمية دو نغضة أفكي جهل غلقو قرانا أف جهلية دو نغضة دافكينا علم كو قرطانا أف علمي صباحية هديون جهل لغو قرانا أف جهل يبو صباحية ساوغادو حلينا هاي عقيدة هاي سنة كون كامي يونيفرس كاركتي كاسينيس قفك بن آدم كاركتي كاسينيس نولش كاركتي كاسينيس ماشى لغدن بين دونا عرقتي كاسينيسا تاريخ دا أدناها عرقتي كاسينيسا مستقبل كا أدناها يحق وصعدنا عرقتي كاسينيسا ولذلك ما إلهي النبي قوح كله عليه الصلاة والسلام قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وعطر هذا صلاة دايدا هي نسكي عبادة دايدا قورا عيقا نولا الشيء دي قيري دايدا بل لله رب العالمين عقيدة مركا وركم كوكوادا قفك ايدان تتقيسا شاكتا عقيدة دا وحا كردن بالما وحلا ايدا دا الولا والبراء وشيغا يعيدا اسكو بهدتين مركا باب كنشوكتو يعيدا كلا بهدتين شيغا يا انتماغا وعيدو كتر سنية هاي يعيدا انات كتر سنين معتقدكو مركا بلشكستا يومتكستا وحو أصل اي هاي أيضاً تتجاهه سطة. هدو معتقد في الحادية هنا أيضاً تتجاهسلوي. هدو عقيدة إلهي الرومائية هنا أيضاً تتجاهسلوي. لغته ثقافة هذه أصل الطاي وحاد نقن يقابلنا لولات زيت. سأقول واحد لنا وين نكلا جرنا. محبنا آدم كوا داقة. أو كلاقاتا حنسل وداقين ضدك آن هاي سنين موازين توحلقو قياسا وحي مودانيكي كالتكنولوجي سرية وحوال بينك سرية مرادو التكنولوجي سرية لأي هاي إنو وحوال بهايستو وحنا كبجرا تكنولوجي قلنا لشو فضايدية قفك بين آدم كان ولا شيء سوف ضيديا لكن قفك بين آدم كاسيد وفكر أيه يوح الرميسيني يا قلبي يسوح كوتشر وحركة مطره ولذلك ضدك الشباب ثقافة الغالب بيقاطان إنك حاق بدن للثقافة دي سيسك قاطان لكن ضدك موازين تهستا صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام بادية كوكورين ما الآن وحبه أولين بيشوغن علم هرم ماي هيسنين لكن عقيدة الدين بيأمنين عقيدة الدين تسوحي كدكتاي إن يسوء أركان أساتذة العالم إيه وهي رسالة السماء وحي السماء أقوان توحى الله إذا دوا الله بوحى وإذا هدان وأقوان تعيرك كسو الدكتاي أنبياء الله صلى الله عليه يا قانت أكو سابسنا كون كان دراسين تيسا أما بن آدم هلا دراسية أما مادد هلا دراسية كون كان دراسين تيسا تصمد كتي مادد قف ماله إن هذا دوس قلدن وفهمت مو يعني تدوني ذا كتي مادد سه وترى يعني رب وأوحلا تجابي ولا قلدم ولا تجابي ولا صحه بعد دوني ذا آدنه هو سمي وأوحلا كلا دحله ومدبا مدبا يكدل لسانتي هديكو هوريلا واي لها كوان دمنا مجوغين يعني تكنولوجيكا يوروب مجرين هداني حضارة دي مسلمين تصامرين حضارة دي مسلمين توحي براكتيكال كوكو سابسانا ان بدارو كمي دي مجرتين اما واي قابين لهايد هداني حضارة دي هرايسو نغليين كجرين بن هادم كو وحي بن هادم كي هوري سميو وحكو سيدل لستا ساسانو سعودة لكن مركا يشوكتو حين قاضنا حين سكتنا وين نكلا قرنا يسوى قاضنا وحي قضية علمية حقائق علمية وحي نغضة لكن قاضنا ما إنه فاليوس كي يدق مدى خلاف سن كتاب يسونان هاي سنة منفتح وان نحي
وتجاربته بنادمك وحي فايدة لو قادنا، لكن منبطحين منهن ودت كسكمات دبصوا عنه مقلدين ومنهن مركا اعتماده في باب العقائد والتقاليد والحكام مركا يشوفته هي قوانين مركا يشوفته. ولذلك با إلهي القرآن كوحي نوات المامية آدنوه نوكل قد السنان كره وانا اللي بحين. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. شعارك ووحن لقاته سلوغن اسك بن آدم قاطه سلوغن اسك محال لقاته للتميز. مثلا أسكرتني إن لتشوك تايم كدريس كلي ستاته دريس كام اسكح دين وحو شيقي يا مركز قف دريس كاس ستاركته وحاد قراني ساينو يهي محي عيدا إنه يهي بات قراني ساينو خميس كان يا انت انا سيتا مركا دركته ان غير كل جركه ان مركا لو ايغو مركي بو حقو كو سو دحايسه كاني وا ودا يعني مرضا ما شيغيسا مرضا با وحي كترجميسا دقن. ولذلك وحي دهدان لباسك هو مظهر من مظاهر الهويه بالله عقيدتك كاله مرضا لا حدا وحي كترجنت بني ادم كهويديسا ايدنتيتيسا بعد سوعي سيا قون سجيسة أي كتر جنتا مثلا قفك مسلم كا مرو لي مرض قفك مسلم كي حدا وين الساتر نغطا وامره شركة أسترطا وامره طاهرة النجاسة دلقى إلى لي وامره آني قفك وكو حرق إن الله الجميل يحب الجمال. لكن مرض مركي انت اصو صفه وضيالته اشكال كسيد دمبيه ثقافات قوميه ويان واحد اركي دونتا مركا حجاب باكستانيه هي حجاب صوماليه هي حجاب عربه هي حجاب وحي بو حجاب انت اللي ربي وي سميه. لكن كاني ايدنتيتي اسلام نما وا ودا هيستان دمانتود وحي سكو كلا قديسن يهين ما لا يدا وحياب قوميه يغور ان بدن كو سالسان كلايمت مثلا دتك دولك قبوبة الدجن ده هو جود ودول ودر عددك دولك دتك قبوبة الدجن هو جود عد كليلة الدجن هو جود عدم بو بدن يحي وحين مرك علينا حي عمامة صيد الله حدين صيد يمن تعود حرتين تسع عمان تعود حرتين سالحي دينين تعود حرتا بشكل ما لكن وحيلين مرضوا ومظهر أما هو مقال مقالة دا ايدن تتيغا كميدا سيكال هدانو تلمامو وشار ربايدا دا واستان هرنيل هداد صوغة شوي مكود عنا استرى هداد دلبو ريستورانت واحد ايجي ساقف دريس قارس انت وهي علامدو هنا دمرا دل دل عسرو بودي ومغيانو لو ايدن تتيغا لايد بتليسا مركا ايدن تتيغي سلام نمادا هاوات كسي سعطا وعكا لايد بتليسا بتلي نبي محمد وحوري تما بدنها حيرنا عليه الصلاة والسلام بدنها الله حرنا reer baadiyaheenni soomaaliyeed maadaama aan gafeedho iyo waxaasi badnayn biyo badana wax lagu maydha jirin caruurta timaha way ka xiiri jireen laakiin haddana inanka iyo inanta si loo kala gartaabay u samayn jireen. Inantana food yar baa loo reebi jiray waa food lay baa loo odhan jiray inankana dhowr baa loo samayn jiray. Qolada reer magaalkii markaa ka yara dabadda ka yimaada waxaa jiray warkayna waa dhowrre يعني هو غلادي هوت كتمية ولو حليه تمية إما كان الدور كي بحر رقم يعني إن شاء الله يتردو الروح عاي وحلو أركي هنا يرب بادية كي يموليتا ما حد دور كي شالي تا عاي دا هكا ديجي مانتا أم مانتا وأيدن تتيجي نولو منينا شقا ها هو شقا فضي وحاد سيوين ماها إنك استو ديتك سهر جيدو لكن هو أستام بو وحيي dadka xun xun calaamaday qaataan galbeedka deegaa qaar ka mid ah calaamadaha iyo maryaha iyo waxa haddaad aragto waxaa astaan u yahay group ideology aaminsan hadalkiisa dad soomaaliyeed oo maryahoodu noociyi waraduna goormad kuwan ka biirta maba oga laakiin waa uun maadaama ay galbeedka ka timi isku dayayaa inuu qaato. Nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم او لدخلتموه
قلنا يا رسول الله آل يهود والنصارى؟ قال فمن؟ نبغى عليه الصلاة والسلام وحتى المامية كويد ينكوه الرئي ودو ينكوه دي بالراعي سان تاكا تاكي يردردردن باو راعي دونتا حتى هدي قد مسلو قلي قلان واكيد بقلي دونتا قد مسلو قلي ما مسعى قلي ما همال قرح له ما همال وناق له لكن نبغى مثال وحو وقب بحيي سيد الله قادن دونا وحن معنا نولش كل حين قد مسلو قلي لقال هذا وح معنا السمين يا ماها ما كان ركتم مد مريت شح شح حسيتة شيخ عبد الرشيد على الصوفية محاضرة آخر يا ويل سومالي هذا يوروب كا سروال شح شح حسيتة يسويت هاي هو ما كان ربعين وحويديو رسول حلو والله يا ليت رسول عايش كجوابي ولا لكن مردي سوي دل دل عسان ده وعم وحس غد الربوي سروال في عنا رقدنه أرنتي وعقلك الصومالي يسوي شيء غيره وايو مرض هذه انت بودتك صوت الدلاع سو عورض هذا موج سو ان هذا انا كحرقوتا ايدن تتيغا غو لوس كراي سيويا مرض الدلاع سن قف كو قادن كرا هلك كان برغينو جوغنو ددك والان استان بينو كنا قانا دا درقتو مريد الدلاع سن نسيتا او تمر ما له تيمي سو رامايستين او ميل فديا waxaad garanaysaa nin maanka lagaga jiray inuu yahay waxaanu arkaysaa wax laakiin marka aad identity-ga lumiso aad wax walba raaciso TV-gu ma ka arkaysaa mid raamale oo mariyad dildilacsaday oo boodboodayo leley wax xidigi kubada cagta ama waa heesaagi hebel aha ama waa Bob Marley ama waa kan waa Michael waa wax gariiba da inta baad anaku dayanays gariiba magalanta tanan niman dhalinyaraba waxooga waa xaqriyay marka waqtigii Michael Jackson uu dunida calanka u siitay heesaha Michael Jackson baa wuxuu soo xidhay surwaal bowdada iyo inta tan jirka ka balqbalaqsan oo aad u ballaaran anqawgana kor uga qaadan oo sunnada waafaqsan oo aduu intana inuu u tolan lahayn mala duniduna marka waxay qaadan jirtay surwaal dheer oo dhulka jiitamaya surwaalka soo xidhay ka soo arkay anigu eegayo sheekh waa moodo macsuunna buu yiri sheekh waa mo markii hore sunnada lama qaadanayni laakiin markuu Michael xidhay ayay noqotay moodo macsuunna yaani waxaan uga dan leeyahay qadiyada jirta waxay tahay hooyada qofka haduu lumiyo si fudud buu markaasi uu u milmaya wad milmaysa ويدان ربنا وام حياد لمسي والاعتزاز بدينك وبعقيدتك وبمبادئك وبالكتاب والسنة وإن تكف عنته أمو جسد إن مسلم تهي إلهي محولي ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين يا كور في عمبا إلهي إلي كدتك الدين تغيي له إيساقنا دقاك ونكسن كف عنه كبير إليه ورهو ينقو مسلم كان كمدا هاي كنا واقعيا يعتز بديني اعتزاز بنادم قلبك وكتبا هدي مركاسي ايدن تتيغاغ ولومو او اه عقائدي او اه اخلاقياتك او اه فاليوسك والدين تادي دقاكا يا ثقافه دادي افكاك هدي لونتو دمر دار راعد بعد نورسا مركا وحاض اركتبا عيد كو ديتا اركي دونتا مركا سو البحنمدا او هيستا او كوله وا مودرنايزيشن وحداثه و halayda casraaniya adigu waqtiga lama socotid wadaad waxa joogtaa qarnigii 14aad baad adigu noosh qarnigii 14aad ceeb ma ee waxa ceeb ah dadku inuu dadnimada iyo binaadamnimada kalmo qarnigii 14aad hortiina dad fiican baa noolaan jiray kuwa dambana dad fiican baa zamanku ma aha ee waa binaadamka iyo values baa haysto بنادم كي يفعل يسكا وهايستو ويا عالم كم أنت وح وحد حديني ضد بدرين يدك الدين تكسارا إلى هنا القرآن كي يسوي حكولي ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا إن بدنا أهل الكتاب كم يد وحي تعليين دين تينا إذا كسارا أنا قال إذا كدكان حسدا من عند أنفسهم لكن يمكن يجينا ولا كسارا يبقى نين شيخ الصومالي هذا
جامعات كارر قلبيت كتشوغا وحويلي جامعات دمركان صوغلو oday kristana jooga buu yiro odayga sidaan walaalnaan laabta sasaar rabuu yiro way inta kale professoradu ilaahay ma rumaysna buu yiro marka kanu noqonay buu leeyahay yani kambay is dhaweysteen markuu u arkay dadkii kale halka ay sii maraya ayuha la hibba helena waxaanu baahanay dhaqankeenni afkeenni aqeedadeenni diinteenni inaynu ilaalino inaynu da'yarteenna yaryar ku soo rabayno luqmaan inankiisii markuu la talinayay wuxuu uga bilaabay ilaahay ninka luqmaan la yidhaahdo oo xikmad lagu tilmaamay oo laynoo soo naqliyay xikmadda wax ka mid oo ah ilmihiisii uu la talinayay ilmihiisa talooyinku siiyey saddex shay bay ku koobnaayeen caqiida oo uga bilaabay ilaahay inuu baro inuu cibaadaysto rabbigii caabudo iyo dhaqan fiican inuu dadka kula dhaqmo intaasuu kula telinay waid qaala luqmaanu libnihi wahuwa yacidu yaa bunaya laa tushrik billaah ilmahaygii yaraayow ilaahay u shiriik yeelin sababtu waa maxay ina ashirka la dulmun cadiim shirkigu waa dulmi weyn waa cadaalad darrada ugu weyn aadanaha maanta nool xuquuq baa maqashaan soo maaha xuquuqda xoolaha xuquuqda dhirta xuquuqda bini aadamka xuquuqda dumarka xuquuqda caruurta xuquuqda kada wax xuquuqda ilaahay ka warramaya ma aragteen mise makhluuqaadkun baa xuquuq leh ilaahay xaq ma leh ilaahay baa ugu xaq weyn xaqiisu waa in la caabudo sida awgeed buu luqmaan wuxuu uga bilaabay ilmihiisii inuu caqiidada u saxo uu u sheegana xaqa ilaahay inuu yahay in la caabudo oo u sheegay inay dulmi taho ilaahay xaqiisa la dulminayo in loo shiriik yeela dabeetana wuu u sii tilmaamay marka waxaan leenahay laga soo bilaabo ilmaha yar ilaa iyo inta waxbarasha socoto asalka waxbarashadu waa in huwiyada mujtamaca la sugo dunida wasaaradaha waxbarashada shaqada koowaad ay qabtaan waa maxay waa ummadda huwiyadeeda inay ilaaliso kadib inay tacliinka ugu darto inta badan jaamacaadka loogu talagalaa cilmiga iyo baxdiga iyo waxbarashada rasmiga tani waa training hoose oo bulsho wax wada akhrido bulshada ka tirsan in lasoo saaro ayay tacliintan hoose oo dhammi tahay laakiin muhimmadda koowaad ee waxaasoo dhan ka weyni waa inay bulshada identity-geeda ilaaliso ummadaha haddii ay homogeneous group noqdaan dad afkaarta iyo dhaqanka iyo caqaa'idda isku waafaqsan maamulkoodu wuu fududaadaa haddii uu khalkhalku tiro batana ummadda waxa adkaata sidaa loo maamulo soomaali waxayd in maamulkeedu fududaado laakiin laba mushkilo yaryar yaryar oo ay leeyihiin baa weli loo taag laayay mushkiladda qabiilka ku saabsan iyo mushkiladan faqriga iyo balwadda ishuwan ku saabsan waa labada mushkiladoodna soomaalida mushkiladeedu wixii intaa ka sarreeya waa jahli waa aqoon darro aynu dunida sida wax loo noqdana aynan aqoonin haddii la murmo sida loo xalilana aynan aqoonin xabad mooyaane ee waxaan u malaynayaa waqtigu inuu iska gabagabayay mala salaadkiina soo dhowyay waxaan isku dayayaa inaan iska koobo ah dunidu maanta way isu furantay nin walibana ceesaantii buu ceel keena cid waliba inay afkaarteeda faafisaabay ku tala gashay cid waliba miisaaniyad iyo akademiyo iyo aqoonyahano iyo waxbay u diyaarsadeen wuxuuda inay wadaan innaguse waxaad moodaa inaynu dayacannay waa caalam alislaami kow ciddii maamulaysay iyadu waxay rumaysnayd bay la dagaalantaa caalam islaami dowladaha ka jira waxa koowaad cadowga koowaad diinta u arkaan cadowgooda koowaad diin bay u arkaan aqoonyahankoodana xabsigay ku hubiyaan oo dadka uguba dunida kale mujrimkaa la xidhaa caalam alislaamigana aqoonyahankaa la xidhaa inta wax garanaysuun baa xabsiga lagu guraa ummad mujrimkana sii daysa inta wax garanaysana xidhaa dee waa ummad meelaan dhoweyn ku socota marka waxaan idiin soo jeedinaya waxa weeyaan waddankan aynu degannahay
idinka waa qoyahano dadkii u soo baxayaya. Haddii idinka identitygiinuba uu labaclabac yahay, mustaqbalka waddankani waa madow. Haddaa idinku dad sugban noqotaan, barritaa ummadda inta kalena sugi karaysa. Inaad sugantaan waxay u baahan tahay inaad diintiina barataan, inaad kaljirkiina barataan, inaad afkiina barataan, inaad ku faantaan. Inferiority complex inaad ka qaadin waxaad rumaysantay, wax la qariyo maaha, wax la qariyo. Saxaabi baadiye ka yimi ayaa boqorkii Beershiya markuu yidhi maxaa u soo baxdeen, wuxuu yidhi waxaan u soo baxnay linukhrija alcibaada min cibaadati alcibaadi ilaa cibaadati illah. Allahu ibtacathana, buu ilaahay baa noo soo saaray, wax naloo soo saaray. Bini aadamka is addoonsanaya inaanu ka saarno ilaahay dadka addoommaa uga dhigno, xurriya baanu wadnaa buu leeyay. Waa qof mabaadi'du sitay rumaysanaa oo rabay inuu soo bandhigo u dagaalamayay. Inaguna wixii diinteennu sheegaysayna waa laga xishoonayaaba xagga hoosey ku jiraan. Inanka akademiga ahi inuu af ingiriisiga iyo ku faanaa buu jecel yahay. Xoogaaga ingiriisiga markuu ku hadlo ama peber af ingiriisi ku qoran markuu soo qoro, wuxuu soo arkayaa nin mutacallim oo khataraha inuu yahay. Ama haddii la yidhahdo arkaan islaamka bal ka waran, waa iska dee wixii arrintii malcaamada lagu hayn jiro maad wadaa buu leeyahay. Wuxuu haystaa malcaamadaha iyo dugsi qur-aanada iyo meelaha wax lagaga sheekeynaya. Hadda waa idhanta tigiisii waa wuxuu aadanaha kale kaga soconaa. Marka waxaan ku soo gabagabaynayaa, dad akademiga baa tiin, waa inaan idhanta tigiinu lumin, isla markaana waa inaa caalanka ah inaa idhanta tiga ummaddan u sugtaan, waa inaa idinku qaadaan. Haddaa idinku xambaartaan da'yarta waa idinku dayanaysa. Haddaase idinku da'yarta lumisaan, dee ummadda tan ilaahay bay ilaahday subxaana wa tacaala. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، جزاكم الله خيرا شيخ مصطفى. حقيقة واحد لي وموضوع ما انتهت ولها دائرة قوة باهي يا دكا قويها كاهي ونخلينا دقيقة وحان الكوكوبات بين العامين يا وحي نوهرتي kulankii labaad oo inoo dhici doona berri galab iyo barta